الآن إذا سيارتك ماشية 300-400 ألف كيلومتر وما سبق نهائياً أنك غيرت الزيت، فمن الآن أقول لك الأصلح أنك ما تغير الزيت وتتركه بحاله كما هو. الوضع داخل الجير غالباً غير صار أصلاً، والأفضل ما تصح المارد. ما تصح المارد، ما تصح المارد. مش عارف ليش احنا ما بنستعمل كلمة رأيي الشخصي، على أساس أن اللي بيتفرج على المحتوى لو شافك مش فاهم يعني مثلاً يحترمك، اما انك تجزم وتقول ديناصور وحش يطلع ومش عارف ايش واتركه ووعك تصحي مش عارف المارد عاد كيف، وبتتكلم زي كانك عم تجزم بالموضوع وانت مبين انه مش فاهم فيه عاد كيف. هاي اسمها فتاوي وفهلوة. في اختراع اسمه فلاش، بتقدر تعمله مانيوال بايدك، بتجيب سطر صغير عادي وسلكين دبرجين من على الكولر وبضلك تضيف زيت والسيارة شغالة لغاية ما يتغير الزيت، وانت بكون طلعت الزيت كلياته والسيارة شغالة، زي ما هذا الامريكي اللي وراي شايفينه قدام بيته عمل فلاش لسيارة دوج رام ماشية 170 الف ميل، يعني اكتر من السيارة اللي انت جبتها عندك في الورشة، عمله قدامه على سطل. فانت ما تجزم من عندك هاي السيارة ماشية اكتر من السيارة اللي اجت لعندك، عرفت كيف؟ والرجل عمله قدامه بعدة ب 12 دولار نبريجين ومفك وسطل، عرفت علي؟ في للورش اللي انت زي ما عم تدعي الورشة العالمية ومش عارف شو، الورش المحترمة مش بتجيب البمب هاي تبعت العشرة دولار اللي انت جايبها اللي موقف عليها البنغالي، لا يا معلم، في شغلات اسمها جت ترونيك وليكوي مولي ومكانات لتنظيف وتعمل فلاش للترانسميشن ومعها الاديتيفز ومعها مذيبات عضوية. وبالمناسبة منظف الفلاش تبع الماكينة بتقدر تحطه على الترانسميشن لانه مذيب عضوي اصلا، اذا ما كانش عندك علم، وانا متأكد انه عمرك ما سمعت فيها. اذا سيارة ماشية 400 الف وبتعمل معك سليب، مش معناها انه كلتشات رايحين او محروقين زي ما حضرتك عم تدعي، كلامك غلط. الزيت لما يكون وسخ هو بزحر الكلتشات. كتير سيارات اجت لعندي وكانت بتزحط وعملت لها فلاش ورجعت اشتغلت طبيعي، عرفت علي؟ يا رجاء يا جماعة ما تفتوا اذا انتم مش فاهمين، ما تفتي من راسك. الفتوى اللي بعدها، اذا تركته يمكن يخرب بكرة او بعد سنتين، واذا غيرته يمكن يخرب بكرة او بعد سنتين. يو 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 يو، هذه ضريبة اهمال الصيانة الدورية، انك انت تجلس قلقان تبغى تسافر بالسيارة بس خايف يصير معك مفاجآت. الصيانة الدورية تحطك في طمأنينة اكثر بعد التوكل على الله. لكن لو سيارتك ماشية 150 إلى 200 ألف على زيت المصنع، أو على آخر مرة أنت غيرت الزيت ومتردد أنك تغيره، فعن نفسي لو كانت سيارتي أغيره، ولكن بشروط راح نطبقها في هذه السيارة اللي جاتنا والعميل طلب غيار زيت الجير والسيارة ماشية عدد محترم من الكيلومترات. بس عشان أكون منصف ومن وجهة نظري، أنه في جميع الحالات أي مركز صيانة سواء كان وكيل أو مركز صيانة خارجي غير مسؤول عن أي عطل يظهر في الجير لما نغير الزيت. طبعا هذا شريطة انه يكون التغيير تم حسب ارشادات الشركة الصانعة وبنفس الزيت ونوعيته ومواصفاته. فالفني كل اللي سواه نزل الزيت وحط زيت جديد. اذا في خلل فهو خلل داخلي. اذا في خلل فهو خلل داخلي. اذا في خلل فهو خلل داخلي. استاذ هيثم انا حبيتك، انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. امال ايه ده يا دبور؟ دي خبور. تديني خبور يا دبور. وسبق اني قلتها وارجع اعيدها، اياك تغير زيت الجير وهو ساخن. كل الشركات توصي بغياره وهو بارد، اقل من 30، بعض الشركات اقل من 40 درجة مئوية حسب الشركة. الا اذا تحب المفاجآت فغيره انت مسؤول. اللهم طولك يا روح. انا هي اول مرة اسمع فيها بصراحة. انا اللي بعرفه انه كل السيارات لما بدك تغير زيت الجير لازم تكون على النورمال اوبريتنج تمبريتشر للاي تي اف فلويد، يعني الماكينه تكون بارده بس الزيت يكون سخن. يعني الزيت بيكون من 80 ل 90 لما تكون الماكينه سخنه. لما بدك تبدل الزيت لازم تكون حراره 60 ل 70. وهفرجيكم زي ما بتشوفوا المواقع اللي وراي، وفيكم تدوروا انتم كمان، وهحط لكم صيغه السؤال تكتبوه وتشوفوا بعينكم. وللي يسأل، فنعم تقدر تشد بالسيارة بعد غيار زيت الجير إذا كل شيء سليم وتمام. هالمرة الفتوى هاي
انا مش رح ارد عليها، هخليه هو بلسانه يرد. سيارة مغير لها زيت جير وبارد، وفوق ما انه بارد التور كونفرتر بعده مليان زيت وتقول له شد عليها، يعني لسه حتى ما صارش ميكسينج مع الفلويدز. رد رد انت، يعني ناقد حالك بحالك. انت بتقول انه بيقدر يشد، انا بقولك ما بيقدرش يشد. ليش؟ اسمعوا، الزيت اللي ينزل من الجير عادة يكون 40 إلى 50% من الزيت الكلي للجير، لأنه في كمية كبيرة من الزيت داخل البطيخة أو الطنجرة، إضافة إلى وجود كميات كبيرة بين الكلتشات في الفالف بادي والمجاري، فأنت لما تغير الزيت ما تغيره كامل الكمية. طب طالما عارف إنه السيارة الجير بوكس تبعها لسه في البطيخة، البطيخة، البطيخة أو الطنجرة، لسه فيهم زيت قديم، كيف يعني مثلا حضرة جنابك افتيت فتوى انه يشد فيها السيارة والزيت جير لسه بارد؟ مش فاهم انا. ليش نخلي مسؤوليتنا من الامر لو كنا بنغير زيت الجير لو كان قديم؟ سؤال كويس، وهو ليش انتو بتخلوا مسؤوليتكم من تغيير زيت الجير لسيارة ماشية أكثر من 200 ألف، يعني 200 300 400 ألف قدام الزبون، يعني الزبون يدفع فلوس، يدفع الزبون فلوس وأنتم ما تحملوش أي مسؤولية. ليه؟ اتركني أنا أجاوب، لأنكم معلمين، معلمين كبار، أنا ما شفت زيكم. أنا بنصح كل الناس يروحوا لعندكم. لا والله، معلمين احترافية، احترافية، علم، يعني بصراحة اتقان، ارضاء للزبون، انا ما شفت زي هيك. انا بنصح كل الناس يروحوا لعندكم. خلينا مع الفتوى الاخيرة لاني اختنقت، انا اختنقت، الضغط طلع عندي. اخيرا بعض الفنانين يقولوا اذا الزيت قديم نزل علبتين بس وحط بدالهم. عند الامر ده 4-5-6 مرات بين كل مرة ومرة عدة ايام لحد ما ينزل الزيت ويكون لونه اقرب للجديد. هذا الحل ما يضر ان شاء الله، وهو اجتهاد جيد. مجرد انك راح تدفع اجور اكثر 4-5-6 مرات وعلى فترات زمنية اطول. يا جماعة طلعوا، هدول معلمين، شوف شوف معلمين هدول. بيقول لك انه ترك الفيديو كله فتاوي، واجا باخر الفيديو بقول لك بعض الفنيين، بعض الفنيين بينزلوا الترين وبحطوا الترين، وهو اجتهاد جيد، اجتهاد جيد ان شاء الله. والله طب طالما عارف انه اجتهاد جيد ليش ما بتعمله؟ ليش ما بتعمله وبتكتب على مسؤولية الزبون وتفضي الزيت مرة واحدة؟ ليه؟ انا اترك الجماهير هي اللي تقرر. بتناقض نفسك كل فيديو، بتحط معلومة وبتحط العكس تبعها. مش عارف عقول اللي بتابعوك وينهم. باي باي، اشوفكم بكرة بحلقة جديدة مع غلطة جديدة. اليوم كانت حلقة تقيلة لانه الصراحة من كتر الغلطات يعني انا ضيعت نص النهار على الكمبيوتر.